قدوة المفحطين والذي اكتسب شهرة واسعة ودخل التاريخ من أوسع أبوابه بسبب قدرته الهائلة على التحكم بالسيارة بسرعة ليس لها نظير. الشخص الذي قاد حرب الموت بلا خوف، حرب قتلت الأرواح وأعاقت الأجساد ومات بسببها. فما هي قصة كينج النظيم الحقيقية؟ وهل هناك جهة تدعمه ليخاطر بحياته؟ ولماذا تاب ثم عاد للتفحيط من جديد؟ بل والأهم من ذلك، ماذا ستستفيد الجهات الداعمة له من نشر الفوضى والأضرار بالشباب والأمن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دز وهارج جديد. طبعا كالعادة المشترك في القناة يشترك في جرس التنبيهات ودينا لايك، اكتب لنا تحت كومنت شجعنا نكمل. طبعا المقدمة هذه اتوقع اخر كم مقطع ما كان في مقدمات، على طول بهبط في الهرجة. لكن اليوم صراحة حاب اشكركم والله العظيم، شكرا على دعمكم في المقاطع اللي راحت، شكرا على كل كلامكم اللي طيب الخاطر، وشكرا من كل قلبي لكم. ما طول عليكم في المقدمة، نقول بسم الله نبدا الهرجة. احمد الرويلي شاب مفعم بالحيوية والنشاط من الجيل الذهبي، طبعا مواليد 92، طبعا مواليد التسعينات، هذا الجيل الوحيد اللي علق في كل شيء، اغلب الاشياء كذا معلقة معانا. طبعا انا من جيل التسعينات يعني الامانة. فاحمد هذا من مدينة القصيم بس كان مقيم في العاصمة الرياض، كان يسكن بالضبط وتحديدا في حي بشرق الرياض اسمه النظيم. احمد هذا على حسب كلامه انه ما كان يحب الدراسة ابدا، ما حس احمد انه الدراسة مكانه الصح اللي يناسبه ويناسب حماسه. في يوم من الايام هو طالع بسيارته، كان معاه سوناته اللي اصلا ما كانت حقته، كان مستاجرها عشان يروح فيها مشاويره للمدرسة ويروح يقضي لاهله ويروح مشاوير يمين يسار ويرجع بشكل طبيعي للبيت. في يوم من الايام شلته تجمعوا وقالوا احمد ايش رايك تروح معانا داري ساسكو، طبعا الداري الشمالي. قالوا له ربي ما راح تندم، حتشوف العجب هناك. فقاموا يشرحوا له ايش اللي يصير هناك، قالوا ترى الشباب هناك يروحوا وينبسطوا في الامها. هنا بدا ياكل راس احمد، بدا يفكر يروح معاهم. فعلا تجمعوا هناك محبين التفحيط وشافوا السيارات اللي تلعب وتهجن ما بين ناس تصارخ وتشجع المفحط ويزيد الحماس واكثر وصراخ وادرينالين مكبكب في كل مكان، يعني الحماس من كثر الحماس ادرينالين صاقع مع اصوات التشجيع. يمكن الواحد من الحماس بدون ما يحس كانه يصير يفقد التحكم في نفسه، صار يطمع اكثر في انه يبيض وجهه وانه يسوي اشياء تخليه يزيد حماس وتخلي الجمهور هذا اللي عنده يزيد حماسه معه. فكانوا يوصلوا لدرجة انهم ينسوا حياتهم واهلهم اللي منتظرينهم، فيزيد السرعة اكثر لسرعة جنونية ويصقع ويدخل في الاشجار وينسفها نسف. الناس هنا كانت ما بين اشخاص يستنوا المفحط يموت ويقول الله يرحمه وينسوه خلاص ويتداولوا مقاطعه ووفاته على الجوالات على انه عضو عبر. والقسم الثاني لما تموت على التفحيط يمكن يسبك ويستشرف عليك ويقول ايه هو انا مدري مين، قلنا له يا ما نصحناه يا ما سوانا يا ما قلنا، مع انه هذا هو نفسه اللي قاعد يشجعك انك تزيد السرعة ويشجعك على التفحيط. بس لو صار لك شيء مت محروق الناس بتاخذك عظة وعبر، وقتها ما بينفعك لا مجد ولا سمعة بين اصحابك ولا تفحيط ولا هج ولا فلان قال ولا فلان سوى ولا اي حاجة. كان احمد بين هذول الجمهور المتجمعين في الساحة وكان متحمس زيه زي الجمهور بهذا الجو، جو غريب، جو مليان صياح، مليان تصفيق، مليان جمهرة. فكان يطالع على المفحطين، الواحد منهم كان يخرج من سيارته بعد ما يخلص هج ولا يخلص تفحيط وهو ملثم كذا وبغترته والعيال يصارخوا ويسلموا عليه وكلهم مجانين عليه، كلهم يسوي عليه زحمة جمهر. طبعا المفحطين لما يظهروا قدامهم هذولا ما يظهروا كذا باشكالهم العاديه، لا لازم يكون متلثم داق اللطمه كذا، ما ينادوا نفسهم او ينادوا بعض باساميهم الحقيقيه، لا كان كل واحد له لقب عشان ما حد يصيدهم ويبلغ عليهم. هنا لما شاف هذا المنظر ولما شاف هذا الجو احمد حس انه ممكن هو يكون منتمي لهذا المكان، وصار يحتك بالمفحطين شويه شويه وصار يستنى الدوام يخلص عشان يروح مع الشله لمناطق التفحيط هذه والهجوله. لما فجاه فاجئهم بقرار انه بيدخل الساحه معاهم وبيتحدى المفحطين كلهم في الساحة. وفعلا بدا يميل للتفحيط ويدخل الجو في راسه وصار يحس بالنشوه زيه زي غيره، نشوه انه الناس تحبك وتجمهر عليك والتصفيق، لين خربها وصار يفحط بسرعه 230 يا جماعه الخير. تخيلوا احمد الله يرحمه ما كان يفحط بسرعه اقل من 200، 180 190 ما يقدر يسيطر على السياره، 200 230 يدرك ام السياره. وطبعا هذه المخاطره ما حسبها المفحطين الا احمد، وصارت الناس تعرف احمد اول ما يشوفوه يصارخوا ويقولوا كفو يا كينج، والله انك ملك التفحيط يا كينج الدنيا يا كينج النظيم. طبعا عشان هو وصل مرحلة يتحكم بالسيارة بهذه السرعة صاروا لقبوه بالكينج، والنظيم اسم الحي اللي كان ساكن فيه، فهنا هم أطلقوا عليه هذا اللقب، هو ما أطلق على نفسه أي لقب، فصار لقبه كينج النظيم. طبعا كن فحط له لقب يميزه بين الناس، فأخذ لقب كينج النظيم على الحي اللي كان هو عايش فيه وساكن فيه. حاب أصدمكم بمعلومة إنه أحمد سوى كل هذا وعمره كان 15 سنة، يعني كان أصغر واحد بين منافسي المفحطين كلهم، بين شطرطون وبين أبو جلمبو وبين مدري مين وبين طاسة وبين كلهم. كينج النظيم أخذ اللقب على بدري وكان عمره لسه اساسا قبل حتى ما يصير 18 سنه. احمد هنا عرف شغفه الحقيقي في الحياه ومتعته والشيء اللي يستمتع فيه ولذته في الدنيا، فكان ما يحب الدراسه ابدا ولا مهتم لهذا الموضوع، ما طق لها خبر. هذا على حسب كلامه في برنامج الستار. وهذا اللي احس اني يعني اللي انا اقدر اسويه، يعني اسوق السياره وافحط فيها وزي كذا،
مع فترة الفترة يعني مع مرور الأيام والسنين يعني خلاص صرت ما يعني بقولك إياها يعني ما فلحت إلا في التفحيط، يعني مهارتي كلها في التفحيط، يعني مبدع في التفحيط. أحمد كان شاب عنده طاقة زايدة جمهر، كانوا كلهم يبغوا يشوفوا كيف كينج النظيم هذا الشاب الصغير يفحب بسرعة 230، كان يشط في السيارات يمين يسار يمين يسار ويتعداها بكل احترافية، لأنه أساساً هم ما سموه كينج عبث، الرجال كان محترف احتراف غير طبيعي، فكان يجيهم متلطم كذا وما يعطي معلوماته أبداً ولا حياته الشخصية لأحد، فما أحد عارف حياة كينج النظيم الشخصية أبداً، ولا أحد يعرف عن أسرته ولا عن بيته بالتحديد فين مكانه، لأنه مع انتشار البلاغات الكثيرة في التفحيط كانت الدوريات تركز طبعاً إلى الآن إنهم يقبضوا على هذا المفحطين. كان كينج النظيم يستأجر سياراته وينوع فيها عشان يستعرض موهبته قدام الناس وقدام الشباب، إنه هو يقدر ويعرف ويسيطر على أغلب أنواع السيارات. سوناتا تمشي، كامري يمشي، أكورد يمشي، أكسنت يمشي، مرسيدس يمشي، كل السيارات تمشي معه. وهذه واحدة من المميزات اللي انشهر فيها كينج النظيم. فكان يجيهم كل فترة بسيارة جديدة. الفكرة من تغيير السيارات إنه ما حد يحفظ رقم السيارة ويبلغ عليه. فكانوا في بعضهم كذا يندسوا من الجمهور عشان يكشفوا هوية المفحطين أو يلحقوا يصوروا رقم اللوحة عشان ينشروها في فيديوهات عشان يكسبوا مشاهدات عشان يسووا أي حاجة. ممكن يكون هذا سبب انه احمد كان يوصل لهذه السرعه عشان ما حد يقدر يقفطه او يصيده، يعني كان منها متعله ومنها حتى يتحدى اللي يصوروا انه ما يقدروا يصوروا اساسا من سرعته. بدت شهره كينج النظيم تزيد بين الشباب وبين الناس في كل مكان، وبكذا صار اشهر من نار على علم، وجمهوره قاعد يزيد اكثر واكثر من بين كل فتره وفتره، وكل ما يجي له واحد يقول له طلبتك اتفحص في مكان فلاني، يعني حتى الناس صارت تجيب الطلب وزاد الاقبال عليه. طبعا هو ما كان يرد احد ابدا، اي واحد يقول له تكفى فحص مكان فلاني الخشم سم ابشر دحين اروح افحط لك في المكان اللي تبغاه. الناس حبته وزاد الإقبال عليه مرة كثير. كان كينج النظيم قلبه طيب، مع أنه كل المفحطين ما كان أحد يبغى يحتك بجمهوره، لأنهم كانوا خايفين أنه أحد يعرف معلومات عنه، يعرف من هو، يعرف شخصيته، يعرف وين ساكن، لأنه في هذاك الوقت ممكن أي أحد يغار منك يضرك. التفحيط كان فيه منافسة وكانت تعتبر موهبة في هذاك الوقت، ما حد كان يقدر ينافس كينج النظيم أبدا اللي كان يسيطر على أغلب السيارات. واللي كان يميزه أنه كان يفحط بسرعة كبيرة جدا في شارع عام بدون ما يضر سياراته أو السيارات اللي حواليه. طبعا أنا مرة ما أشجع هذا الفعل ولا انا اطبل له ولا اي حاجه، انا بنقول لكم قصه فيها عظه وعبر، انه اللي صار له ما ابغى يصير لاحد من الشباب وما ابغى يصير لاحد مره ثانيه. الشيء الثاني، عندك موهبه في التفحيط، عندك متعه في هذا الشيء، ترى الحين ترى في اماكن مصرح لها انها تسوي هذه الاشياء، في فعاليات رسميه، في مسابقات عالميه تصير، في مسابقات محليه تصير في هذا الشيء، فليش انك انت تروح مثلا تدمر نفسك، تدمر اللي حواليك من املاك عامه، من انفس بشريه تروح معاه، وانت تقدر انك تسوي هذا كله في داخل اطار امني مؤمن لك ومؤمن كل حاجه والوضع كله حلو تمام، وتاخذ عليه بطولات، تاخذ عليه اشياء كثير، شيء رسمي تماما. فكان كينج النظيم معروف بسرعته الكبيره ويفحط في شارع عام بدون ما يضر سيارات او السيارات اللي حواليه، فاكيد انه هنا بيكون في كميه حسد غير طبيعيه، يعني اللي يمشي بسرعه 160 بالكثير اغلبهم ينقلبوا لينحرف على المسار، الله يكفينا وياكم الشر. فانتشرت مقاطع كينج النظيم بكل مكان وبدت شعبيته تصير هائله جدا، لدرجه ان الجمهور صار يثق فيه انه شخص عجيب جدا، واي سياره يلعب فيها ويهجول فيها. فكان كل يوم يشوف واحد من الجمهور اللي ما بينه وبين احمد اي معرفه سابقه معجبين، كان يقول تكفى خذ سيارتي سوقها وفحط فيها. يا جماعه انتم مصدقين كان يفحط بسيارات المعجبين بطلب منهم هم شخصيا، وكانت السياره اللي فحط فيها كينج النظيم صاحبها يحس بالفخر ويصورها، وانه خلاص هو دحين سوى انجاز، وانه خلى كينج النظيم يفحط بسيارته، يعني خلاص هذا دخل التاريخ من اوسع ابوابه. كان عندهم كذا اعتقاد انه كينج النظيم بجلاله قدره ركب سيارته وفحط فيها. انتم مصدقين يا جماعه؟ بعدها بدا اصحابه ينزلوا فيديوهات له، كل ما يجي يفحط ينشروا له فيديوهات، فكانت فيديوهاته على وقتها تتعدى ملايين المشاهدات. الحين المشاهدات اللي تصير على اغاني الحب والكليبات والمن عارف ايش ايام كينج النظيم، هذه الكليبات وهذه الاغاني ما كانت تجيب مشاهدات اللي يجيبها كينج النظيم. كينج النظيم كان شافط كل المشاهدات حق اليوتيوب وحق كل مواقع التواصل الاجتماعي وقتها، لان فيديوهات كينج النظيم واصوات احتكاك كفر السياره مع الرصيف هذا الحال يضرب الشباب 2014. هذه الحاله هنا سهله، هذه هنا الحاله كيف ريحه المطاط، ريحه الهجول، الدخان الابيض ده والاسود لاي حاجه، هنا اضطرب الحقيقي. ومن نجاح لنجاح لين طلع من طاقه السعوديه للخليج ومن الخليج لباقي الدول العربيه، لدرجه من جمهوره كان يجوا ناس من الكويت والبحرين للسعوديه عشان يشوفوا بس كينج النظيم ويتكلموا ويتصوروا معه. مرت السنوات وهو من نجاح لنجاح. طبعا انا شو اقول من نجاح لنجاح، لانه هو دحين قاعد ينمي موهبته، بغض النظر انها موهبه انه نمها بشكل خاطئ اساسا، لو نمها بالشكل الصحيح كان اليوم من افضل ومن ابرع قائدين السيارات.
كبر كينج النظيم وكبرت معه موهبته. بس اكيد دحين اغلبكم بيسال، هل اللي سواه كينج النظيم صح وافلت من العقوبه؟ راح اقول لك لا يا حبيبي، لا يمكن انه احد يفلت من العقوبه ولو بعد حين. المفحطين اساسا غير انهم خطر على نفسهم وبيعوا روحهم للوناسه، بس خطرهم يشمل اتلاف الطرق العامه والشوارع، يعني قاعد هو يخسر الدوله مليارات ويخسر الناس ارواحهم ويسوي مصايب ويسوي اشياء لا يقبلها لا منطق ولا عقل ولا دين. وهذا غير اذا فرضنا مثلا انه هو كان يفحط ويهجل في شارع عام وكان في جنبه سياره، سواه يقول مثلا نظره ضعيف، كبير في السن، ما يعرف يتحكم في السياره، كانت حرمه تسوق، خصوصا لو واحد كان مثلا جنبه وقاعد يتدرب على السواقه، وجاء هذا كينج نظيم وشطف ام السياره وصار يفحط حواليها، مليون في الميه انه هذا اللي قاعد يسوق السياره الثاني بيتجنن، ما بيعرف ايش يسوي، ممكن يصدم، ممكن يسوي حادث، مليون في الميه كينج نظيم صار خطر على حياه هذا الشخص وعلى حياته هو شخصيا. اقل شيء اذا ما مت راح تكون سبب في موت اللي معاك في الشارع. وهذه نصيحتي لكم، لا تبيعوا عمركم وحياتكم لانها اغلى من وناسه او من تفحيط او من هجوله تنتهي في اقل من دقيقه. بعد سلسلة النجاحات، وزي ما قلت لكم ان الحلو ما يكمل، خصوصا لو كنت ماشي بطريق اساسا غلط في غلط. في يوم من الايام احمد كان قاعد مع صاحبه الروح بالروح، وقال له يا ولد ايش رايك ناخذنا لفه كذا ونصور؟ طبعا كينج النظيم زي ما قلت لكم اول ما يرد احد ابدا، قال له ابشر نطلع. للعلم اي مفحط لازم يكون معاه معزز، يعني واحد يقعد جنب المفحط ويصور من جوة السياره كيف التفحيط وكيف ماني عارف ايش، يصور المفحط يعني، ويكون معاه اللزم، هذا يسموه المعزز. هذا صاحب كينج النظيم من القريبين جدا له، وكان هو المعزز حقه. ركبوا السياره والشارع العام، بدا كينج النظيم يفحط ويهجول بسرعة 200، وبتقدير من الله عز وجل ما قدر يسيطر على السرعة ودخل في العمود. بس لما دخل في العمود صقع رأس صاحبه المعزز على قزاز السيارة وتهشمت جمجمته وصار ينزف بقوة وصار وضعه خطر جدا. أما كينج النظيم كانت إصابته بسيطة جدا، طبعا وقتها أغمى عليهم الاثنين. لما صحي لقى نفسه في المستشفى، أول ما فتح عيونه صار ينادي الممرضات، وين فلان؟ وين في اسأل عن صاحبه المعزز يعني، وين فلان؟ وين فلان اللي كان معاه في السيارة؟ إلا ويفجعوه بخبر إنه مات، إنه إصابته كانت قوية جدا في الرأس، وأنت الحمد لله يا كينج ربي كتب لك عمر جديد. في هذه اللحظة اسودت الدنيا بوجه كينج النظيم، صاحبه رفيق عمره اللي كان يشجعه ويوقف جنبه المعزز حقه خلاص انتهى من الدنيا، وكلها بسبب ايش؟ بسبب انه ما قدر يتحكم بالسرعة، يعني في لحظات انقلبت الاقدار 180 درجة. هنا كينج النظيم صار يلوم نفسه انه هو السبب في اللي صار لصاحبه، وصار يتمنى لو انه ما تعلم التفحيط ولا دخل هذا الجو من الاساس. كانت حالة كينج النظيم نفسية تتراجع يوم عن يوم، ويحمل نفسه مسؤولية اللي صار لصاحبه. امه كانت تزوره في المستشفى، بس كل ما تشوفه كانت تبكي وما تقول شيء، لانها عارفه انه ولدها بيتحاكم بعد ما يتعالج، فكانت كاتمه في قلبها هذه قضيه قتل ما هي لعبه. وفعلا تعالج كينج النظيم واخذوه الشرطه للتحقيق، وحسب التقرير انه ظل رجال الامن في معلوماته وكانه كان يبغى يخبي شيء ما يبغى احد يعرف، وشكوا انه وراء احد او جهه تدعم، فصاروا يضغطوا عليه الين ما اعترف انه في جهات كانت تدعم في التفحيط، وهذه الجهات متخصصه في دعم المفحطين، لانه المفحطين كل اسبوع ياخذ سياره يا اما مجانا او بفلوس هذه الجهه اللي تدعمهم. كانت ام كينج النظيم تزوره قبل فتره حكمه في سجن الملز اللي كان اكثر اللي فيه مفحطين ما يتعدى اعمارهم 20 سنه، وكان كينج النظيم من بينهم، وكان وقتها عمره ما يعدي 24 سنه. امه كانت تبكي بدون ما تقول له شيء، فكان لسانه يتربط ما يقدر يرد عليها، كل اللي كان يقوله بس يقول لها سامحيني والله اني تايب، سامحيني يا امي، سامحيني يا امه والله اني تايب. وعلى حسب تقرير الشرطه انه بعض المفحطين خارجين على القانون، لما تجي الشرطه توقفهم ما يرضوا يوقفوا، بالعكس يزيد عنادهم وتهورهم، فان الخيار الوحيد للشرطه ان يطلق النار، يا يطلق نار في الهواء او في اي شيء، بس ما تكون طبعا اصابات مباشره او قاتله عشان يجبروهم انهم يوقفوا، وعاد انت وحظك تموت وتعيش بعد عنادك وتهورك. كان في سجن مع كينج النظيم مجموعه من الشباب اللي ضيعوا مستقبلهم بالتفحيط، زي ابو نايف اللي كان عمره ما يتعدى 22 سنه وقال انه كان يفحط بطريق خلاص وما قدر يسيطر على نفسه، فصدم واحد وذبح وفقع من المكان، بس الاحساس بالذنب كان ياكل قلبه، ما كان يقدر ينام الا ويتخيل هذا الولد اللي صدمه ومات، وكان دائما يتخيل انه اهل هذا الولد جالسين يدعوا على اللي قتل ولدهم. فمع تأنيب الضمير العالي راح على طول للشرطه وسلم نفسه، قال لهم تفاصيل الحادثه كلها. في واحد من المفحطين كان يفحط بسرعه 200، وكان الشارع حي يعني في مليان ناس، فما قدر يتحكم بالسياره، خصوصا ان الرجال تعدى، ولما ما قدر يتحكم دخلوا السيارتين في بعض، بس هو رب العالمين سلمه هذا المفحط. والسياره الثانيه كانت من عائله مكونه من ام واب وبنت صغيره، الام والاب طبعا ماتوا الله يرحمهم، والبنت كانت بالمستشفى، وبعد ما خرجت من المستشفى ودوها لدار الايتام، وكله بسبب ايش؟ وناسه ونشوه لدقائق معدوده. خلينا دحين نرجع لكينج النظيم وش اللي صار معاه في السجن. كان كينج النظيم متحسر وندمان وينتظر محاكمته، لانه بعض من اهل الدم كانوا يطالبوا بالقصاص ويحملوه مسؤوليه انه هو قتل ولدهم، ومن جهه ثانيه بعضهم كانوا متعاطفين معاه وقالوا لا والله ما يستاهل اعدام، حرام تعدموه، انه القتل ما كان قتل عمد، ما كان قتل مع سبقه لصار الترصد، الموضوع كله انهم راعين تفحيط، والضحيه اصلا دخل برغبته للسياره وعرض نفسه للخطر. فلو مثلا كان كينج النظيم صدم صاحبه وهو في الشارع، هنا بنقول ايوه هذا يستاهل ونعدم، بس صاحبه اساسا ركب السياره معاه بصفته
معزز. فهنا ما نقدر نقول مع سبقه لصار الترصد وما نقدر نقول قتل عمد. طبعا هنا جاء دور المحكمه لفصل التنازع واصدار الحكم الاولي. حكموا على كينج النظيم بالسجن لمده 10 سنوات، مع ان المدعي العام وقتها كان من الناس اللي كانوا يبغوا انه يتم تطبيق حكم الاعدام على كينج النظيم، وبعد الحكم النهائي صدر بتخفيف المده لست سنوات سجن. بس كينج النظيم كان طول فتره السجن حاس بالذنب، كان يشوف امه ويتذكر دموعه ويتذكر صاحب عمره اللي كان معاه ومات، فقال خلاص انا من اليوم ومن هذه اللحظة بعلن توبتي أمام الله وقدام الناس كلهم. كان الإعلام وقتها في 2015 يركز على المفحطين بشكل كبير جدا، خصوصا أنهم كانوا قدوة. فالإعلاميين هنا كانوا يبغوا يوعوا الشباب فيزوروا السجون ويقابلوا المفحطين وينشروا قصصهم. ومن بينهم كان كينج النظيم اللي أعلن فيها توبته وصار بشهادة السجانين ملتزم بصلاته وحفظ القرآن، فمن ندمه توبته وحفظ القرآن كامل في السجن. حتى والله أني أكثر يعني كلامها دائم تقول لي يعني لا تحس بأن عدوينك، حنا ننصحك نبي لك الخير، كنت أطلب بس من الله أن يعني رضا ربي ورضاها علي وأنها تسامحني على كل اللي حصل مني، وأني أوعدها إن شاء الله بإذن الله أني يعني تائب لوجه الله. بعدها تم تخفيف العقوبة عليه وقعد في السجن كم شهر وطلعوه، وكعادتهم في السجون إذا تاب وحفظ القرآن يفكوه، طبعا إذا ما كان مرتكب جريمة أو قتل عمد. فكانت حالته طيبة جدا وتواصل مع شباب طيبين بعد ما خرج من السجن وراح يحج. بعدها بأسبوعين في عام 2016 وبتحديد يوم الجمعة عزموا أصحابه الأوليين على عزومة كبيرة وذبايح وقعدوا يهللوا فيه وفرحانين إنه خرج من السجن ويا الله كينج النظيم وما نعرف إيش. فواحد من أصحابه من أصدقاء السوء دخل عليه بالموضوع وهم قاعدين يأكلوا، قال له دحين أنت من جدك كتبت بطلت تفحيط؟ طبعا هو وقتها أكد لهم أنه إيوه أنا تبت توبة ما لها رجعة أبدا وسبت التفحيط بكل ما فيه. طبعا أخويا ذول اللي كانوا معاه انقسموا القسمين، في منهم صاروا يضحكوا عليه ويقولوا له والله ترى صرت مطوع حركاتي مطوع، بعضهم ايش يقول له أفا عليك يا كينج بالله عليك التوب وما تهجول. طبعا على الأقل هجوة الوداع، على الأقل تفحيط الوداع بس، لا تخرج كذا من الكار وانت ما انت مسوي شيء. فطلبوا منه أصحاب السوء أنه يهجول آخر مرة حقت وداع واعتزال. يلا حيوا ملا بكم يا شباب تابعين العمد ارحبوا يا مرحبا، كيف حالكم؟ شهر عليكم مبارك يا شباب، سلام عليكم. ما عاد في هجوة ولا خلاص ترى اعتزالية خلاص. كينج النظيم زي ما قلت لكم من اول انه ما يرد احد، هنا ما قدر يرد احد ولا قدر يكسر بخاطر احد، ما كان يرد احد من المعجبين، فما بالكم باصحابه اللي هم دائما معاه 24 ساعه، ما قدر يرفض لهم اي طلب. وفعلا ركب كينج النظيم مع صاحبه برنس النظيم، بس ما كان يسوقه هو كينج، اللي كان يسوق البرنس. البرنس كان يسوق السياره، وسبحان الله شاء الله سبحانه وتعالى وانقلبت السياره مع انه الشارع كان فاضي تماما. طبعا كان يفحطوا، وهذا الحادث كان ابشع من الحادث الاول اللي خرج منه كينج النظيم حي، مع ان هذا الحادث كان ابسط من الحادث الاول لكن حكمة رب العالمين. الله عز وجل في الحادث الأول الكبير نجاه عشان يتعظ ويتوب ويكون سبب ولو بسيط في توبة كثير من المفحطين. وبعدها بهذا الحادث البسيط جدا مات كينج النظيم وكسب محبة الناس بأخلاقه الحلوة وتواضعه. يقال إنه لما غسلوه أمه كانت تدعي تتحسبن بحرقة على اللي كان السبب في موت ولدها، رجعوه لهذا الطريق مرة ثانية. للأمانة هو ما رجع للطريق مرة ثانية، بس هو كان راكب مع واحد مفحط. عشان كذا لا تجر أحد لشيء أو لغلط ولا تطقطق عليهم، ترى بتاخذ وزرهم لين ما تموت. تخيلكم أم محروق قلبها على ضناها بسبب أصحابه اللي جروه للسوء. انتبه لا تجيك دعوة أم قلبها محروق وانت من داعي على الدنيا ويا غافل لك الله، فجأة تلاقي المصايب هبت عليك من كل حدب وصوب. بسبب إيش؟ بسبب يدة رفعت آخر الليل ودعت عليك، خاصة إذا كانت دعوة أم. قالت حسبي الله على من كان السبب، كنت أبغى أفرح في زواجك. نصيحة في النهاية، عندك موهبة في التفحيط، عندك موهبة في الهجولة، روح في أماكن رسمية اليوم تدعم هذا الشيء، تدخل فيها بطولات عالمية، تدخل فيها بطولات محلية وتطحن فيها الحبة زي ما تبغى. كذا انتهى من رسالتنا، لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيهات، وأهم شيء صلاح بقلبك طيب، فمن الله.